نفسك هنا؟ ان شاء الله. ترخص حمار. لا دي لا اول مره نسمع كلمه زي دي. ازاي يعني؟ ما حصلتش في التاريخ. فين الرخص بتاعت حمار؟ ما نطلعوش للحمار رخص طول عمرنا، وده ارضنا وبيوتنا واراضينا وزرعنا، وما حصلتش كده ابدا. احنا اتخلقنا نسعى حمير ونسعى حصننا ونسعى داموس وبقر، واحنا طول عمرنا على كده. ما انت سرقه يا عم. افرض سرقه انت يعني سرقه ولا يعني سرقه يعني ليه انت بيه يا كابتن؟ لا مؤاخذه، ده سرقه حاسبني بيه العمدي، حاسبني بيه الغفير اللي بتاع بلدي. انت ازاي ما تعرفش ان الحصان ليه رخص دلوقتي؟ يا عم الحمار ما ليهش رخص من يوم ما اتخلقنا، ولا نعرف الرخص. نزل قانون جديد ان اي ركوبه في الشارع ليها رخص، حمار ليه رخص، بقره ليها رخص، اي حاجه بتمشي وركوبه ليها رخص دلوقتي. ده كلام انتوا خوادات جايبينه من عندكم وعندنا ما نعرفوه اسمها. انت المفروض تتكلم كويس. فين الحزام؟ انا هنتكلم كويس. فين الحزام؟ ولا حزام ولا رخص ولا اول مره. فين الحزام؟ فين الحزام؟ حزام الامان فين؟ هنقول لسيادتك لا حزام امان ولا حزام شمال. الله احنا اتخلقنا على كده، لا نعرف حزام ولا امان. احنا ناس كده طول عمرنا. ما بتتفرجش على التلفزيون، ما بتقراش جرايد، ما حدش بيقول لك. يا عم انا ماليش صالح بالجرايد والتلفزيون بتاعتك انت، انا راجل العادي لا نعرف تلفزيون ولا. انت الحزام ده حزام امان، انت وانت ماشي ممكن تتقلب على وشك تتعور، الحزام بيقابلك امان لجسمك. واطرح ما نتعور مالك الصالح بيا. الله 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 الله، انت مشاركني في تعويرتي انا حر. فين الخوذه؟ يا عم ولا خوذه، احنا راكبين ايه؟ راكبين موتوسيكل خوذه. الله الله، فين الخوذه بتاعتك؟ يا عمي ما فيش خوذه ولا فيش. يعني انا معاك رخص ولا معاك حزام ولا معاك خوذة؟ فين طفات الحريق؟ الكلام ده كل اللي هتقوله انت كلام لاغي لا يعمل به نهائيا في دماغنا احنا خلاص. فين طفات الحريق؟ بنقول لك كلامك كلام جديد عليني، ما حصلش. في قانون جديد يا حاج قالوا ان الحمار لازم تطلع له رخصة، في حزام عشان ممكن تتقلب على وشك تتعور، الحزام يعمل لك امان، خوذة تتكسر على دماغك نفوخك يتكور، لازم في خوذة. طفات حريق، يحصل اي حريقة وانت ماشي، الحمار يولع هنا سيجارة ترميها تطف في الحريقه، نقع على وشي على قفاي، مالكش دعوه بيا انت نهائي. واخر كلام نقوله ليك احنا ما تقولش كلام. انت هو الراجل ده مخالف ولازم تسلك يعمل حاجه. انا اسمع علي هاشم. منين يا علي هاشم؟ طبعا من البلد اللي انت فيه. امال انت معرفش البلد؟ تسمي لي انت اسم ايه منين؟ اقف اقف اركن بس شويه كده شويه لو سمحت. اجري 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 وديني قام وافق. يس يس وات ستوب. يس السلام عليكم يا باشا. ازيك؟ الله يخليك يا باشا. معاك رخص الحمار؟ امبار يا باشا امبار، ما نمشي غير رخصة. اهو 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 رخصة اهي، معاه رخصة للحمار اهو. امال امال الحمار هيمشي من غير رخصة؟ احنا ناس ما نعرفوش التطبيق بتاعنا. اسم اسم الحمار جوجو. اه النوع ذكر باربع ارجل. امال الحالة الاجتماعية اعزب. ايوه فصيلة الدم ايه؟ اوف ايوه ايه 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 ايوه يا بيه. ايوه يا بيه. تاريخ انتهاء الرخصة 15/5. اسمع يا عم الحاج. سامعينك يا عم الحاج. 15/5/2005. امال امال لون العينين؟ دبالي. دبالي يا بيه. مرصص يا ابني؟ ايوه ايه يا بيه اهو. والنمرة اهي. ايوه امال النمرة يا بيه. نمرة الحمارة اهي. نعلم انت في العسل يا استاذ. انا هنقول لك كلمة. نعلم يا حبيبي. انا هنقول لك كلمة يا كابتن اسمعها. ده حكايات انت عاملينها جديده ما نعرفوهاش نهائيا احنا. عاملين ايه يا حبيبي؟ ده انت بتمشي من غير حزام ومن غير طفايه. يا عم ده حزام اهو، بص ادي حزام ادي حزام اهو، وادي الخوذ وادي الخوذ. فين رخصتك يا ابني؟ مسحوبه يا باشا. رخصتك مسحوبه؟ ايوه ماشي بالوقت يا باشا. ليه بقى؟ مسحوبه يا باشا. عملت ايه يعني؟ كنت ماشي على 22 كيلو يا باشا. اه زياده 2 كيلو. زياده 2 كيلو يا باشا. احنا غلطانين، هنركب عداد الحمار بعد كده. ربنا يخليك يا باشا. يلا يا استاذ. انت مشترينك من السوق حتى الفاضي. شي بس انت لما تمشي على 20 كيلو. حاضر حاضر يا باشا. 20 كيلو خد يا ابني رخص. حاضر يا باشا. خد يا ابني رخص. ياسر يا باشا. انزل يا ريس انزل. انزل لو سمحت انزل. انزل لو سمحت. عايزين غرامه 200 جنيه. ولا غرامه 200 جنيه ولا 200 قرش ولا 200 حاجه. كده يعني. رحمة تروح روح وانا معاك. لا غرامه ولا ايوه ما انتوا دي لعبه تعملوها علينا. بس. والله لعبة تعملوها علينا ما حصلت لأول مرة تحصل. الله قررنا مصادرة الحمار. قرر الحمار ولا تقدر تمد ايدك على الحمار ولا على غيره. اقعد يا جدع انت. ولا واحد منكم يقدر يمد ايده على الحمار ولا على غيره. اوعى يا عم روح لحالك. اوعى انت وهو. اوعى.